Bonjour Maroun Chdid. Bonjour Stéphanie. How are you? I'm fine, very good. ما في recipes لأنه كله left overs عم نستعمل. يعني لأنه left overs ما بيكون عن ما فيكم تشترون. يعني ما بيكون عن عندكم اياهم بالبيت ما هيك؟ ما فينا نشتري left overs. يعني الفكرة مشاهدينا بالleft overs بتعرفي عبالي عبالي أعمل شغلة بكرة بكل فترة مرة كم يوم left overs سميهم left overs يعني مجي حلوين هولي مجي على استوديو مفتح البراد شوفي عنا فضلات شوفي عنا فضلات من بنعمل فيهم شيء سو so, اليوم جينا عنا دجاج عنا صوص بندورة عنا شوية مشروم عنا شوية أعشاب هلا أنا جبت معي بصراحة الفاصوليا يعني مرقت هيك عجبتني عايشة خانم عايشة خانم سو so, اشتريتها عبالي أعمل فيها شيء طيب مع الدجاج فالفكرة هلا بدي أعمل فاصوليا مع الدجاج هيدي ما ولا مرة أكلتها بدي أعمل سلاد بالفاصوليا عبالي كتير أعملها هلا بتشوف شو طيب رح تطلع رح تبلها رح أسلق العيشة خانم ورح تبلها رح بعد ما أسلقها رح أرجع تبلها حط معها قصعين بدي أحط معها كزبرة هلا بدنا نبلش نورق الكزبرة بعد شوي أوكي ويتبلها بزيت زيتون دبس رمان دبس حصره عرفتي؟ هلا الدجاج رح نعمل دجاج رح اقصهم هلا بنجيبهم بعد شوي ولا قد بدهم وقت الفاصوليا بدي اقترح عليكي اقتراح شو؟ فقي فاصوليا انا وياك شفت قبل ما تحكي حسيت عليك يعني عيونك شو بطيء شو بدنا ناكل لناكل كل واحد بيطلع له 10 فاصوليا بس اذا كفى هيك مارون عيونك عم يحكوا يا مارون اقتراحه يشغلني فالفكرة هلا انه نفقي كل ال عايشة خانون هلا انا كنت بلشت فيهم تحت الهواء بس ما لحقت اخلصهم يلا شباب تعوا فقوا معنا بدنا ناكل سو هلا كمان نعطيهم لرزق قلبي فقيهم انا حطيت المي حطيت المي لتغلي هدي رزق كم حبي فقي لنا اياهم نسلى فيهم نعطينا خلص تفضل شغل الكل اليوم اوكي ما هيك؟ طبعا طبعا هلا كمان حميت الفرن بحب الاسبري العائلي اللي عندنا اياها اي عن جد اي لاف ات عن جد كلنا هيك بنساعد بعض بطل عالم بتفقيت عايشه خانم اسرع منك ومني بتحب تطبخ رزق؟ ها؟ ولا؟ خلص رح شغلك معي رح اشتري كم كيلو جيب لك اياهم بكره إذا هيك إذا هيك شوية بازيلا شوية فول أوكي أنا كثير أصلاً اليوم كمان إذا بدنا نحكي شغلة عن مطبخ اليوم والترند تبع اليوم اليوم أنت بتعرفي ستيفاني الترند على طول أو مش ترند على طول الترند هلا هو على طول بنروح لأقل دهنيات بنروح أكثر لأقل ملح أقل ملح بنروح لأكثر سيريال واكثر خضره باكلنا فهيدي شغله بدي منك شغله تفضلي تعملنا جمعه اكلات مع كينوا اوكي خلص لانه هلا ترند الكينوا عملنا بكريسماس بس نحن بنعرف نعمل بس سلطه وقصص هيك خفيفه يعني الكينوا فيها نعمل بركي بتعرفي شو بركي جمعه الجاي لانه المشاهدين كمان اكيد بيشاطرون الراي كيف نبل معكم بالعربي؟ شاطرون يا عيني يعني ماشي سارة كتير شاطرة بوجودكم خلص أنا بعرفهم بس ما بستعملهم هيك بيطلعوا أوقات بندهش ما بحب كمان بندهش بدهش حالي بدهشكم كمان بتدهشينا ايش كنت عم بقول؟ كنت عم بقول ايه خلص بنعمل شيء بالكينوا يوم كانت ناتالي عم تحكي الصبح انه الكينوا من السوبر فودز صح هو هلا كثير ترندي يعني انا بصراحه لما بعمل منه لمطعم ولا حيلا شغله الكينوا على طول بفوتها بال كنا اكثر شيء بنعمل نسلقهم نحطهم بالسلطه او انا بستعملهم مثل الرز حد يخني فيك تعملي ريزوتو للكينوا مش ريزوتو بمعنى ريزوتو بس فيك تطبخي ايه علمنا نطبخهم نحط لهم نكهات هيك حلوه نكست ويك نكست ويك ميرسي مارو نعمل نكست ويك كينوا اوكي خلص نيكست ويك من كينوا فوالا سو هلا شو بدي اعمل لحني هونين في ريد كينوا كمان
عندي بال... لا انا عندي بال... انا اكثر شيء بشتري الوايت، بس لقيت ريد ما كان في كثير بلبنان، كنت جيبه من فرنسا. اوكي لقيت هون صار في بقى اشتريته كمان نعمل قصص. خلصنا اتفقيه، خلصت نوبش انه فينا نعمل سلطه مع كينوا كمان، تعطينا افكار حلوه. طبعا خلصنا الفاصوليا نقيناها، رح اسلقها، في اسلقها بمي، في اسلقها مشي رزق، في اسلقها بمرقه خضره، وفي كمان اسلقها ب بمي وملح ومرقه خضره او مرقه دجاج. قد ايه بدهم اذا طازه مارون؟ حسب شو بدي، شو بدي اعمل؟ برايي بدنا شي ربع ساعه مش اكثر. ستيفاني نحن كنا خلصنا حلقتنا بيكونوا اكيد داووا الليل. هلا انا بالدجاج، في عندي دجاج هون بالفريزر، هودي هن الليفت اوفرز، وجبت كل القصص الباقيه لحتى اشتغل فيهم. رح اقصهم الدجاجات، هن كانوا فروزن، شلتهم انا ليعملوا ديفروستينج هاف واي او نص ديفروستينج. اوكي اوكي و شادي فيك تزيح شوي رطول هيك. ثانك يو. هيدا بدي اسال اقول شغله المشاهدين انتبهوا لها، بتطلعي بالدجاجه، معلش لو عندنا اياها هيك، اذا بتحط ايدك عليها هلا بتشوفيها ناشفه. هيدا بنقول له كولد بيرن. كيف في الهوت بيرن؟ في كولد بيرن، محروق. لما بتحرق الاكل على السخن، الاكل على السخن بيحترق، بنشف، بيعظم، ببطل عنده لا طعمه. فرجينا رنا كيف بيكون، ببطل عندنا لا طعمه ولا نكهه. هيدا اللي انا حامله بايدي هلا هو اللي بنقول له الكولد بيرن. يعني اذا بتجي بتطلع بالدجاجه بشوف عليكي هيدي دجاجه نيه، وهي دجاجه كمان نيه، هيدي من هون ضاربها الفريزر لانه كانت منها مغطايه بنايلون، وهون وهون من ورا حيه، شفتي؟ اذا بعملها هيك بتشوفي ليكي من هون. اوكي بس كثير مهم انتبه لما بدي احط. لا اكيد هي منكبها لانه هيدي جتا جتين جتا هيدي منكبها لانه ما فيها نستعملها، ما فيها ما لها لا طعمه ولا لها ولا نكهه ولا يعني انه كانه عم باكل شيء محروق، عم باكل شيء محروق. هون رح اخذ الميدايوم او الدجاجات رح احطهم بالصحن لحتى يكفوا يعملوا ديفروستينج. شفتي لما هي هاف واي فروزن قديش كثير منيحه بعد قصها، قد ايه قصها هين، المانيبيليشن تبعها صح منيح. ولا كمان برجع بحطهم هون. في خلي النايلون عليهم وفي يشيلوا، انا رح خليهم لانه بصير احيانا لانه عم بطبخهم. ولا بتطبخهم مع النايلون؟ باردون خليني اشيل هيدي. هلا هون صاروا دجاجتي حاضرين، بعدين شو ليه خففت المي مارون؟ خففت لانه بدي نار، بدي اسلقها ستيفاني، وبدي نار، بدي نار واطيه، ما بدي نار كثير قويه عليهم، هذا السبب مش اكثر يعني. ليه؟ لانه على طول لما بنطبخ عم نطبخ سيريال، يعني عم نطبخ لحمه ولا عم نطبخ دجاج ولا شو ما كنا عم نطبخ، على طول النار الواطيه هي اهم شيء واحلى شيء بقدر اطبخ. هلا هيدي شوي صارت هون بتشوفيها يعني عم تعمل سيمرينج، المي انجا عم تغلي. هلا رح اغطيها انا. هلا كمان اذا بدي اعطيها طعمه للفاصوليا الطيبه شو في اعمل كمان هون؟ هدول التبس بقول لهم اياهم للمشاهدين، في اخذ ورقه غار حطها بالمي، في اخذ هيك ورقتين قصعين كمان كبهم بالمي، في اخذ ورقتين هيك عرقين زعتر كمان زعتر هيدا وكبهم هون بالمي. هدول شو بيعملوا؟ بنكهوا المي، وهن بنكهوا المي اكيد يعني بطبيعه الحال الفاصوليا عم تاخذ نكهه بتاخذ العقل. هلا هيدي رح اغطيها ورح ارجع كفي تحضير بكل شيء باقي. رح اخذ هيدي البصله الشراء، بدنا قبيل دتاب نتكي بس خليني اجيبها. استعمل هذا الصحن هوجيجيت مثل ما قلنا. هلا اتركهم هون لعمل فروستين. اوكي هيدي الاشالوت، هيدي الاشالوت عشرة، عشرة اشالوت تاني. كان طيب الوصفه امبارح اكله تاخذ اكله غير شكل تاخذ العقل كانت امبارح. فوالا يا حية. اوكي راح افهمهم ناعمين كثير. اوكي لانه بدي استعملهم بالسلطة. اوكي
بصل ها؟ امبارح رحت على البيت ريحة تمي بصل. كنت مش معقول. كان البصلات شوي كبار قرقشناهم. وما كانوا كانوا قوية نتفة بس قوية كثير بس كانت كثير طيبة ماشي كانت كثير طيبة أكلة بس أنا هيك يا واو يا مارون شو عملت فيي يا مارون يا مارون يا مارون هلا هون هي التركينة عم تنسلي اتس هيلثي هون عندي هلا هيدا حرقولي عيوني انت الفليفتي ستاف شو رح أعمل فيها شو رح أخذها أقول لك شو هاخذ هدول السبولات حطهم هون وفوتهم على الفرن لحتى تنشوي وبعدين برجع مثل العادة بقشرها لحط انت كمان شادي احترقوا عيونه وانا كمان اه والله احترقوا عيونكم طيب بعدين بدك بس صغيره بس مفعوله ليش شو بدي منك بدي تاخذ هالي الكزبره وتعطيني هون ورق في مجال رزق طيب حاضر تكرم عيني تعال رزق ساعدنا اجا أنا ولا هلا بدنا نفقي كزبرة أنا وياك هدول بدي إياه هون شفتي؟ أوكي كم وحدة بدك؟ بدي يعني كل هيدي كلها؟ كلها؟ لا 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 بدي نصي لا اتفقنا هيك كثير كبار أوكي صغار أوكي اعملي معروف بدي أعطيه شوي لرزق إيه أكيد ولو كم رزق عنه إجا إجا رزق كم رزق عنه هلا كمان السبولات رح احضرهم للسلطه يا حني افرمون نايمين هيك بدك تعملهم ليك كيف تقول لك كيف اعمل له درس لرزق بيت بال كل وحده لوحده هي هيك هي هيك مش الحال اوكي يلا برافو رزق بتربح معنا حطهم هون هذا السبولات انا كمان بدي اشتغل مش انه عم شغلك انا ما عم بشتغل يعني بس انه بدنا نساعد بعض حياة صعبة رزق يعني على طول اول 100 سنة هيك عرفتيه طيب مشان الدجاج شو رح اعمل؟ خليني بلش بالدجاج بهذا الوقت بعد عنك ستيف رح احط هون رح اخذ بما انه بلقلعت زيت زيتون رح كفي زيت زيتون ما رح استعمل زبدة ابدا اليوم اوكي هلا زيت زيتون رح اخذ هدول التوميت خليهم بالشوميز تبعهم حطهم مع الزيت شو بدي اخذ كمان رح اخذ بهار تيكيلا بهار بدنا شوية موسيقى بالستوديو بليز بدي كمان ملح هيدا ملح ثانك يو ولا كمان رح اخذ زعتر فوالا هو صار عندي صار عندي بالزيت صار عندي الزيت كله فليفر صار فيه طعمات لكن كلنا مركزين كلنا عم نشتغل ملاحظه انت عم تشغلنا حدا منا بلعت لساني انا هون بس لشوف هدول شو صار فيهم شفتي شو عم نشوف على الشاشة مارون؟ فيسبوك بيج لايف الايف ام تي في الايف برنامجنا صار 4032 شخص 4032 اعملوا لنا لايك كفوا اعملوا لنا لايك لنوصل ل 20000 انا التارجت تبعي اوصل ل 20000 بكل بلدان العالم عم يحضرونا طبعا مينيموم فوت على الفيسبوك بيج واعملوا لنا لايك هون كمان رح ارجع اقلب الدجاج بهذا الشكل بعد بدك كثير مارون باردون لا خلص كلهم لا خلص بزيد هنا
وهون الفيسبوك بيج لمارون جديد. هون كمان مشاهدينا فوتوا على البيج، شير يور ثوتس، كومنت، لايك ذا بيج. منيح هالقد؟ كثير منيح. وعلى طول قولوا لنا شو في عندكم. في كثير ناس حبيت شغله كثير بفتره العيد. هلا ليكي مثلا بس وقف شوي وقف شوي زوزو مول معروف. هيدي دانت حدا عملها. هيدي دانت ما اذا بنشوف الكومنت هيدي باستراليا. بتقول انه عملتها وات واز ون اوف ذا بيست دانتز عملتها بحياتها. لانه تعلمت هيدي دانت الورانج. دانت الورانج كل تجوفها اللي داقوا الدانت. وفي كثير ناس كمان هيك يعني عملوا الدانت وات واز سكسسفول. انا بنبسط انا كمان لما المشاهدين يعني بيشوفوا بيتعلموا منك وبيتعلموا انه ناديا كمان بتنبسط. كل عرس إلى عرس ناديا. فكمان يعني لكثير وصفات تانية هيك ولا هي هون لا ولا اوكي. هلا رح اترككم هدول ياخذوا لون، رح بطي النار شوي. رح نخمرهم هون. الفاصوليا عم تنسلق بهذا الوقت، رح احضر تتبيله للفاصوليا، رح اعمل دريسنج يعني. اوكي اوكي، خلينا نشيل كل شيء ما بدنا اياه بقى من حوالينا. ما تنسي لي الصوص ناديا. بدها تعلمني اعمل تعطيني ريسيبي صوص ل سمكه بالفرن. ناديا بدها طيبه. ناديا بدها تعطيكي صوص لسمكه بالفرن. ناديا بدها تعطيني صوص. يا رب تنجينا. لشف مارون يا رب تنجينا. الغيره رح تقتلك. مين؟ الغيره. يا رب تنجينا. جالو جالو بقى. هون عندي دبس سمان، دبس حسلوم. اوكي اوكي، حطيت هذا جيبه من البيت بردين. الريحه بتقتل انه طيبه. رح ارجع اخذ مع دبس الحسلوم. رح احط زيت زيتون. اوكي رح اخذ بهار اسود. ملح. مانو لازم تقلبهم. نو مش ضروري مش ضروري. اوكي معلش. ملح ما بكتر لانه مية الفاصوليا اللي سلقنا فيها الفاصوليا فيها ملح. فيها ملح. رح اخذ السيبولات. رح اخذ البصل حتى ننسى اللي حصل. فينا نحط بصل اخضر كمان. فينا اكيد. ما هيك؟ طبعا. ما تدوقني بصل اليوم لانه ما رح اكل بصل. بس لا اليوم اليوم عن جد اكسبشنال الوصفه. عم بمزح. رح ياخذ كمان شويه قصعين، انا بحب القصعين مع سلطه الفاصوليا. قصعين كمان بحبك. هيك بنتركهم يعملوا انفيزيون بقلبها. هيدا خلص، هلا نشيلها. فهون صار عندي الدريسنج. رح ذوقها. I love it. شفتي الملمسة بقى شو حلو؟ بدي شم ريحتها بس. ولا فيك تشم ريحتها. شامبينيون جبتهم بس ما رح استعملهم. أوكي. عندي صوص طماط. نستعملهم بكرة مع الليفت اوفرز. بكرة ايه. بكرة. لا والله هلا كل شيء باقي رح خليه لبكرة، بكرة رح طلع منهم وصفة. طيب خليني اقلب الدجاجات. ولا هيها. اوكي انا عم بعمله على نار كثير خفيفه. ليه عم تترك النايلون؟ النايلون لانه هو اللي بده يحافظ لي على الشيب تبع الدجاجه، رح طلع لي اياها بس ما بينطبخوا على التراب. بلا بلا ما رح ياخذوا لون. ما رح ياخذوا لون. إيه؟ بس رح ينطبخوا على الاكيد لانه الحراره بتفوت من تحت وبتعمل بنتريشن. إيه؟ لجوا. اوكي مش الحراره يعني بتجي بس عن الجوانب. هلا انا بعد شوي شو حرجع اعمل؟ حرجع اشيلهم وحطهم على وحطهم بقلب الفرن. اوكي لحتى كفي طبخهم كمان. اكيد بالفرن بدي كفي طبخهم بقلب الفرن. اوكي هون صار عندي دريسنج مبدئيا جاهزه. اوكي الكزبره جاهزه، الزبده رح ارجع اشيلها على البراد لانه ما بدي اياها، ما رح استعمل زبده مثل ما قلت اليوم. اوكي ثانك يو ناديا. في عندي صوص طماط هيدي خليني اقويها شوي. هلا صوص طماط بدي ارجع
حبيتي الوصفة استاذ؟ كثير. اوكي. ومنظر الدجاجة هلا المشاهدين اذا ما عندهم دجاجة بيستعملوا تشيكن بريست عادي، ما بدها تكون هيك. صح، هيدا قصدي. صحيح. تشيكن بريست كثير عادي. هي الصوص طماط عندي اياها بالبراد كمان. عم بستعملها. كله ليفت اوفرز. كله ليفت اوفرز، رح يكون دجاج. عشان هيك ما في انجريديون. رح يكون دجاج، بكره رح اعمل زيت الشي. كمان ليفت اوفرز. كمان. أنا بكره كمان رح أكون معكم. هلا كمان عم نشوي الفليفلي، الفليفلي ما بعتقد رح نلحق نستعملها، بس لازم لحق أعلي حرارة البراد الفرن. فرن. يعني أنا بدي حرارة عالية لحتى. أوكي. اوكي هلا شو عندنا بعد نعمل؟ برايي لازم شو قد ايه بعد عندنا وقت؟ عندنا بعد 6 مينتس 6 وصح قلنا هو صاروا 5. اوكي رح احط هيدي هون، شوف هيدي شو صار فيها بعد بالضبط. شو طيبه طعمة القصعين دقيقة بالسلق، ما بدها شيء 3 دقائق 4 دقائق بس. فابلس ها؟ ما اخذت وقت؟ نو ما هي لانه بعدها خضرة، بعدها يعني بعدها طازه، ما بدها كثير وقت. انا اليوم بدي اروح اشتري. كثير طيبة، هي بتشتريها بتسقيها هلا بشوفي تتبيلتها كيف رح تطلع، ورح تشوفي مع الدجاج كيف لما بنطبخها مع الدجاج. انا بدي كيف بيطلع الدجاج معها. هون دجاج تحني السيف اذا بتشوفي يعني لونهم نار خفيفه كثير، هن عم ينطبخوا على رواق. يعني هلا اشيلهم بعدين ارجع احطهم بالفرن. وين هي المصبعة تبع الفرن؟ هي ورا بعتقد. اوكي. هلا رويح طيبة مارون. شو بعمل؟ باخذ الدجاج دخت انا. بدهم 5 دقائق ماكسيموم بالفرن، بكفي طبخهم بالفرن. خييييي ريحتنا من الصوت. اوكي هلا بس خليني ارجع اعمل شغلي، محل الزيت. واو، يعني بدنا ناكل. بدك تخلط الصوص طماط مع الدجاجه ولا مع الفاصوليا؟ بدي اخلط الفاصوليا مع التتبيله اللي عملناها. الفاصوليا مع التتبيله والصوص طماط. نرجع نعيد شو حطينا بالتتبيله. هلا كمان في اعمل شغلي اذا بدك. هلا انا ناوي كنت احط الكزبره مع الفاصوليا اخر شيء لاست مينت هيك لاعطيها طعمه. في اعمل سلطه كمان اذا بدي بالكزبره والسيبولات، قصهم كلهم نحطهم بمي الثلج بعدين هيك بحطهم سلطه مع الدجاج. بتعرفي هيك لنعملها هيك لحالك. شو رح نعمل؟ في عندنا ثلج بالفريزر اوليك. ثلج شو في؟ اذا عندنا ثلج بكون كثير منيح. اوكي نو ما في. في عندنا هدول الجلوفز المعبيين. نو ثلج. في الجلوفز المعبيين ستيف. وين؟ عرفتيهم؟ ايه. بس اذا بنجيبهم هن بعتقد باللي تحت. ايه. ولا ايوه. وحده وحده. وحده. الليمون. شفتي؟ تيبس شو بينفع؟ شفتوا مشاهدينا التبس شو بينفع؟ هول العيد البربارة عملناهم. بتحطها مثل ما هي بالماء تطلع ايد، انت وجاي تاخذ الدرينك تطلع لك ايد بتخوف. اه والله؟ ايه انا طلعت لي ايد بس ما بتخوف، طلعت لي ايد بتنفع هلا. ديك شو طيبة. كسرت لها ها؟ بلا بلا اصابيع كمان عاملة هيك. ما عاملة شيء ثاني يعني. اوكي خلص دان ولا رح اخذ السيبولات رح احطهم هون قبل. ليه؟ ولا مأجرم. رح احط الكزبره كمان هون 20 دقيقه تقريبا 10 دقائق حتى اعمل لهم ريفرشينج ليطلعوا على عندي سلطه. شوف شو رح اعمل فيهم، اعمل هيرب سلاد. ايه
اوكي شفتوا مشاهدينا شو عملنا؟ شوفوا هالسيبولات اللي كانوا شوي هيك دبلانيين شو رح يصير فيهم بعد ما احطهم بالمي والثلج. الوقت اللي بدي احطهم فيه البريسايز هو 20 دقيقة. اوكي؟ هون خليني شيك على الفاصوليا شو صار فيها. عندي هدول بعد. حبيتي؟ كثير. هلا رح تحبي اكثر لما تطلع النتيجه العظيمه. الدجاج رح احطه بالفرن، الفليفله رح احطه بالفرن، الفليفله رح اتركها لبكره ما رح استعملها اليوم. اوكي، ليفت اوفرز. سو بكره لانه رح هي خلص وقتنا نحن مرون. خلص وقتنا نحن. رح نرجع نشوف المشاهدين بتيستينج. هلا رح ناخذ سوا وقفه، بترجع بتلاقيكم ناديا مع ضيفتها. نرجع نحن من بعد ناديا بنلاقيكم بتيستينج اكثر. شو اسمها اللي عم تعملوها اليوم؟ بقى لها اسم، ليفت اوفرز. احنا عم نسميها ميدايون دو بولي. اوكي. مع صلصه بندوره. مع عائشه خانم متبلي بالدبس الحسروم وشو بعد زيت زيتون. وعملنا معها يا حني هودي هيدي عائشه خانم فقيناها وسلقناها. بحبها انا. هي التتبيله تبعها. بصل. فيها بصل، فيها قصعين، فيها دبس حسروم. واو. فيها كيف تعرف مثلا سيبولات؟ كيف تعرف انه مثلا قصعين بيمشي مع دبس حسروم و بيعرف؟ انه بتجرب؟ لا هون في تشيب فيك تعطينا اياها حتى لا حلك حلك لا عن جد ما عندك تشيب؟ عن جد رح افسر ساينتفكلي سبيكينج اذا بدك انت دماغك هو ذا داتا بيز. الداتا بيز فيها كثير فليفرز واروماز بالنسبه لنا وفيها كثير معلومات وهالفليفرز هن لما بتفكري فيهم دايركتلي بتقدري يو كان فيل ذا تيست اند يو فيل ذا تيست اند فليفرز ان يور برين يو كان فيل اكيد اكوردنجلي بترجعي بتاخذيهم بتحطيهم مع بعضهم ولانه انت تخيلتي طعمك كيف بدها تطلع اوريدي سو بتصيري تركبي الريسيت تبعك اكوردنجلي لحتى توصلي لهالريزلتات اللي انت تخيلتيها. بتكون تالنت يعني بكون واحد دوي ولا بدك تكون دارسهم؟ كله كله مع بعض كل شيء بدها براكتس بدك تكوني دارستيها بتكوني بتدوقي كثير وبتحفظي كثير. طب خلينا ندوق كثير لحتى نعرف خلصنا مارون هيدي السلطه زيت ال يا حيه الفن أصلاً. انا عندي فن ندوق اكيد يا حيه فوالا حط عليها شوية صوص شوية صوص فيني اعطيها هيدي ولا بدك تحطها بالصحن؟ لا بدي احطها فيك تعطيها اياها بتبلش فيها لحالها وبحط بالصحن ما بدي لا خلص بالصحن نشوف مع البريزنتيشن بيزعل الشيف بالصحن طيب أوكي. بالصحن يا حيه بالصحن رح ارجع اخذ الشيف اهم عندهم صوص البندوره مع الدجاج هن هعمل شيء كثير سامبل يعني ما بدي هيدا سامبل هيدا سامبل هيدا باسي كومبوزي مش سامبل رح عندي الكزبره مع السيبولات مع زيت زيتون مع بيبر رح احطهم عليها بهذا الشكل هيك بتعطي شفت شفت البرزنتيشن يلا هيدا لناديا هلا هلا بدنا جوزيف تايم اوت هيدا لناديا شو هالكرم هيدا لستيف واو ابلش دغري ادوق انا وهيدا رح اعمل صحن لالي لالي خلينا نصوره بس يلا صور اذا شيء هير وي جو ميرسي شو بعدين كمان هيدي سي بون تري بون هاي البندورة برجع سلطة الكزبرة بتحب الكزبرة ناجية حسب ما بعرف كثير انا ولا مش طيبة؟ هيدي
مش طبيعيه. شو طيبه مش طبيعيه، هيدي كلها حسب الداتا بيز. مش طبيعيه هي الداتا بيز رهيبه. هاي بدي روستات شيف توب وندرفول. بلعت لساني انا. بعدين رح افرجي المشاهدين شغله، كنا انا وستيفاني عم نحكي تحت الهواء عن طعمة الفاصوليا لما سلقناها. هون المي اذا منتبهة نادية فيها زعتر وفيها قصعين ومي وملح وورقة غار، فلما سلقت الفاصوليا دجاجتها عم تسلق دجاجتها عم تسلق المي، يعني حتى الفاصوليا هي عم تنسلق لما كنت عم تشرب هالمي عم تشرب الطعمات بذات الوقت. وتركتها وتركتها، مش انه شلتها وغسلتها. ما حروح ما بدنا. طيب لقمة فاصوليا أكلة. أكلة أكلة، كل شيء أكلة. كل شيء بتعمله. بكرة كمان بدنا نطبخ بالفضلات مشاهدينا، رح نكون مارونا أنا موجودين معكم كمان بكوكينج وأنا بفقرات عديدة. بتمنى لكم أوقات ممتعة مع برامج الـ MTV وبشوفكم بكرة، وما تنسوا البسمة على وجهكم. تشاو.